بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هلا كلمه الانجيل اللي هي ماخوذه من انجيل يوحنا البشير اصحاح 15، اللي نحن دائما نعرف الاصحاح انه هو بيقول دائما معروف في اصحاح انا هو الكرم. هذا الاصحاح اليوم اخذنا من الايات 12 ل17، واللي بيقول الايه اذا رجعنا 3 آيات لورا بيقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا أثبتوا في محبتي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا أثبتوا أنتم في محبتي. ففي ثلاث مفاصل نحكي. إذا طلعنا بنشوف قبل بشوي بيحكي الآب أحبني وأنا بحب الآب، أنا في الآب والآب فيه، هاي محبة. بعدين بنشوف محبة الابن اتجاهنا اللي هو قدم نفسه على الصليب كرماننا. الأولى ما في حب أعظم من إنه الآب نفسه أرسل ابنه من أجل خلاصنا، بعدين الابن على الصليب، وبعدين المحبة الثالثة نحن محبتنا نحو السيد المسيح. تمام؟ فثلاث أنواع محبة. فثلاث أنواع اللي إذا بنطلع بآخر آية بيقول بهذا أوصيكم. كل هالمحبة اللي بتشمل الثالوث غير المحدود، اللي بتشمل علاقة الكنيسة الرأس السيد المسيح بأولاده، وبتشمل أولاده بردهم بالمحبة على الابن السماوي. كل هالثلاث أقسام بتلخصوا بوصية إلهية اللي هي الحب. سمعنا كمان على 3 أنواع المحبة بإنجيل بطرس. دائما لما نسمع أنه تحبني يا بطرس 3 مرات سألوا، ما رح نحكي في هذا الشيء لأنه له نهار تاني، ولكن غاية اليوم أنه نكتشف هالمحبة اللي الآب السماوي نفسه غير المحدود عم بيشوف آلام لابنه رح تصير. فوق كل هذا ما بيروح بالعاطفة، في محبة غير محدودة عم بيرسل بقرار مع الابن ومع الروح القدس انه يتجسد الابن في التدبير الالهي، وهاي المحبه تظهر في الام السيد المسيح طبعا بكل حياته على الارض اللي عاش على الارض معنا، وبعدين عم بينتظر منا نحن محبه. طب شو اللي بيلخص المحبه؟ وصيتين وهي كمان المحبه. احب الله من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك، وايضا احب قريبك كنفسك. كله بتلخص كل الكتاب المقدس مع الله. أنا الله محبة، علاقتي في الله محبة، علاقتي الكنيسة بسيد المسيح محبة، كلها محبة. طب على أرض الواقع شلون؟ كيف؟ فيه عقل وفيه روح وفيه عاطفة. إذا انحزنا شوية رحنا بالخطأ نحو المحبة العقلية. إذا هالمحبة شلون تظهر؟ هالشخص ومرق في بالي فشفته أقنعني، صباطه حلو ما بلبس صندل، الزلمة اتيكيت جنتلمان كله تمام. بعقلي عم بختار أحبه، صفات معينة بحطها، ويا ويله هالشخص إذا طلع عن هاي الصفات بتشوفه بتكسر بنشر عرضه بتوقف من النص بيقطعه. هون هي المحبة العقلية، فبتبين قديش هي ناقصة. دائما بننظر للآخرين بالكمال وإن الآخر يكون كامل، ولكن إن أخطأ الآخر تظهر زيف هذه المحبة، لأنه فقط عم نطلع من العقل. إذا رحنا انحزنا كنا بطق وصير نكسر مخه. رحنا على الشمال شوي على اليسار، إذا طلعنا بالعاطفة حبيت بنت، حبيت شخص فلان، ارتحت له، قلبي هيك مال له، شوف خلال ما باخذ ممكن منه غرضي الجسدي، مما باخذ منه كلماته الحلوه، مما باخذ منه الخدمه اللي بيعمل لي اياها، بعدين برا من حياتي. محبه زائفه فقط ان كانت عاطفيه. يعني محبه بالعقل بحده زائفة، وبالقلب فقط زائفة. إمتى بتكتمل المحبة؟ في الروح.
الروح هي اللي بتحدد العقل ايش يقبل والعاطفه ايش تقبل. لما يجي احد يتكلم على احد قدامي بقول له بحسب المحبه الالهيه انا اسف ما فيني اخليك تحكي على الشخص قدامي. اذا شخص بشوفه عم بتبرع 10 دولارات بكون فرحان، شوف رغم كل ضيقاته رغم كل تعبه رغم انه ما عنده فلوس قدم للكنيسه، قدم للشخص الفلاني ساعه. بتشوف شخص ما عنده شيء بس بيخدم، كلمه تشجيع. لانه عاده احبائي ما الكل ممكن اقل عم بشوف ايمانكم الحلو، ولكن عم نشوف الوجهين بحياتنا بالكلام. نحب الاخرين بس ندخل لجوا نبلش نحسب الامور راجعها بنشوف انه في تناقض بايماننا اللي عم نفرجيه بالظاهر وبين المجاملات وبين الكلام اللي عم بعيشه داخلي. تخيلوا انا هلا عم بفكر فيكم انه انتم اصلا خاطئين وقاعدين بالكنيسه وعم بتدينوا، وانا هلا عم بفكر اجى ملاك وكشف لي دماغي قدام الجميع، شو بده يقول ابونا جورج؟ ابونا جورج اللي عم بوعظنا في المحبه هلا هو ما عايش جواته. فتخيلوا ربنا عم بيقولنا هذا الشيء راح ينادى فيه على الأسطحة، جميع راح اللي كان بالداخل راح يطلع بالخارج. فأحبائي انتبهوا لكل مصدر بيجيكم، ادرسوا أو صلوا إذا ما كنتوا قادرين شفتوا الشيء فوق طاقتكم اركعوا، خلنا نركع ونصلي ونقول يا رب ساعدني ارفع عني هالتقل، قويني أنا محتاجك، ارفع عني هالفكر ما بدي أفكر هذا الشيء. حتى لو رجع 20,000 مرة اصر وصري إنه هذا الفكر ما يملك علينا بالداخل. إذا أجت مشاعر خاطئة ما خطأ الولد يوقع بالخطيئة، أوكي؟ هي غلط إنه نخطي بس الوقوع فيها أمر طبيعي لأنه نحن داخلنا في تناقضات في حروب. الطبيعة البشرية النفس معقدة، تركيب مركبة، ربنا خلقنا مركبين. بسبب الخطيئة اللي عم بيصير إيش؟ إنه نحن عم نتضارب داخل بعض. مار بولس إيش بيقول؟ الخير اللي بدي أفعله إياه لا أستطيع، أما الشر اللي إياه الذي لا أريد إياه أفعل. ففي تضارب. في واحدة سألتني أبونا طيب أنا لبست الإنسان الجديد بالمعمودية والإنسان القديم تبدل، أنا كل يوم عم بخطي، شو أعمل؟ أنا حاسس حالي ما رح أروح الملكوت، طريق جهنم. قلت لها ميزي بين شغلتين، الشغلة الأولى إنه أنا مؤمن أو غير مؤمن. الإنسان الما مسيحي أوكي إنسان بعيد عن الإيمان بيخطئ بإرادته الكاملة، أما الإنسان اللي مثلي مثلكم الضعيف بتقوى بقوة المسيح. فحتى لو ضعفنا قوتي في الضعف تكمل. فلو انا اخطيت طبعا مو اخذها اقول يلا اخطيت اليوم خليها تمشي، لا اقول وقف يا خطيئي، رغم قديش بدك توعيني راح اعوج ارجع اصير بار، لانه البار يقع 7 مرات في اليوم ويقوم. في يوم الدينونه لو اجى الملاك كشف لنا دماغنا وحياتنا راح ربنا ما يديننا عليها، بتعرفوا ليش؟ لانه كمؤمنين كبولاد الكنيسه نحن عم نحاول، فربنا ما رح يقول لك او يقول لك ليش وقعتي، رح يقول لك ليش ما قمتي، ليش ما قمت. وهون بتشوفوا قوة ايماننا وبساطته. عندنا قوة نحن دائما بنعقدها بنفكرها انه هي شيء غريب، عندنا كثير امور نعملها بحياتنا عشان نخلص. ولكن كل الامور اللي اعطتنا اياها الكنيسة والتعليم اذا كان عندنا محبة هي بتخلنا نخلص. بيقول مار بولس إن كان لي الإيمان الكامل، إيمان كامل وليس لي محبة فأنا مثل صنج بطن لحاله، دم 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 بحكي كلمات رنانة وبعدين برجع بسقط وكمان رح يكون عندي دينونة كبيرة فيما بعد. فأحبائي لازم نحب من كل قلبنا من كل عقلنا ومن كل روحنا كل نفسنا. بيقول السيد المسيح إن ثبتتم فيا
وثبت كلامي فيكم، كلمتي فيكم، تطلبون ما تريدون فيكون لكم. طبعا في اوقات ثانيه ربنا عم بيجرب، ربنا بيسمح في التجربه، سوري، اوقات ثانيه ممكن نحن نكون عندنا كبرياء، ربنا ما بيعطينا بسبب امور بده يعلمنا انه نتقوى نرجع نقوى في الايمان، ولكن اذا فعلنا كل شيء بحسب ارادته وصلت وثبتت الكلمه فينا كل شيء تطلبونه بصير لكم. اليوم عندنا القديس الشهيد مرمتة مر بهنام، وكثيرين وسارة وقديسين كثير منهم موجودين بحياتنا بالكنيسة. وين المحبة بحياتهم؟ الشيخ متي اجى عنده مر بهنام عمده، اوكي هي افعال محبة واساسية بالكنيسة، ولكن ايمتى بتظهر انه هو فعلها بالمحبة؟ لما قدم نفسه من اجل السيد المسيح وما تردد. الشهيد مر بهنام استشهد، محبتهم وصلت للدم. فعشان هيك بيقول ربنا بهذا الإصحاح: أنا الكرمة وأنتم الأخصام. أحد الآباء بيقول الغصن ما له إلا مكان واحد من مكانين، إما بالشجرة بالكرمة نفسها، إما بالنار. الخشب ما له فايدة، كحطب ما له إلا النار. أما الكرمة اللي بيثبت فيها هذا الغصن بيثبت بالسيد المسيح، بيعطي ثمار، والثمار بيشوفوها الناس وبتمجد أبوكم أبانا الذي في السماوات. عشان هيك أحبائي اليوم بيقول ربنا، بيرجع بيطلب منا أن نحن نثبت فيه، أوكي؟ بيقول إن كنتم تحبونني احفظوا وصاياي. نحفظها بالروح، نحفظها بالعقل، نحفظها بالمشاعر، بكل شيء إلنا. حتى لو العالم كله ضدنا، حتى لو الخطيئة أجت قدامنا، حتى لو سقطنا نرجع نحب. ونحن بنعرف لما نحب حدا من كل قلبنا، مو بس بالعاطفة، حتى بالعاطفة تطلع عليها. إذا بتطلع طبعا العقل والعاطفة ما هم شيء خطأ نحب فيهم، ولكن لازم يكتب له بالروح. المقصد أقول الروح بيقود، الإيمان بيقود، المحبة بتقود. عشان هيك بقول تخيلوا إنه نحن قديش أوقات بنكون جافين من الداخل، مش قادرين نشعر او نحب ربنا، او نحس ربنا بعيد عنا بسبب الضغوطات، بسبب التجارب، بسبب الافكار اللي موجوده حوالينا وفينا. عشان هيك دائما بنتعلم المكان اللي احنا بنكون فيه، اذا كان فيه ارواح شريره كثير راح نحس بتجارب كثير، افكار كثير، مشاعر كثير. عشان هيك لازم نجيب مي مقدسه من الكنيسه، نصلي في بيوتنا، نخلي الكتاب المقدس هو يقودنا، الصلاة مع أولادنا، مع أنفسنا. لما يجي على القداس بيقول يأتون إلى صهيون لمعنى الكنيسة بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانها ويهرب الحزن والتنهد. يعني لما نيجي على الكنيسة نيجي عشان ناخذ الفرح، ناخذ يسوع اللي عم نتناوله ونروح على البيت. خلي التنهد والكرب والحزن هو اللي يهرب، مو اللي يسيطر علينا. طلع على انفسنا احبائي، خلينا نكون امنين، اغلب وقتنا نحن حزنانين، اغلب وقتنا نحن مهمومين. اولاد المسيح في العالم ما بقوا اغلبهم يعكسوا النور، اغلبهم اذا بيحاولوا يعيشوا بالمسيح دائما في صغر نفس، دائما في تذمر، دائما في خوف. ولكن وين تظهر محبة المسيح؟ مو بثماري، بأعمالي، وهذا أحد أركان الخلاص بالمسيحية. فعشان هيك ربنا بيقولنا ونطلب منه قبل ما يقولنا هو، بيقول له رد لي بهجة خلاصي، رد لي. إذا العالم سلب مني هالبهجة رد لي، مو معناتها ما رح نحزن، لا، نحزن نبكي بس نرجع نفرح، لأنه نرجع نركع ومنصلي ومنتقوى. حبائي هاي قصة كل واحد فينا، مو بس الشيخ متي، مو بس مر بهنام، مو سارة القديسة العظيمة، كل واحد فينا. هي عبارة عن جهاد. لا تنظر للتجربة كثير، لا تنظر لأولادك كثير، لا تعمل هيك، انتبه هيك، انكسر هذا، وقع، اتركوهم يعيشوا، عيشوا مع ربنا بساطة، هدوء. لا تخلي ضوضاء العالم تاخذنا، خلي الدنيا كلها تتكسر. هي مادة ورح تضلها بالعالم، بس نفسية ابني وبنتي يتكسروا
ما راح بعدين يجوا معي على الملكوت، وغايتي ومسؤوليتي انه انا اوصلهم للملكوت. هاي غاية الخطاب، غاية المتزوجين، غاية المقبلين على الزواج، غاية العائلات حتى لو المكسرة او تكسرت وتخبي هذا الشيء داخلها ترجع تلحق تجدد هذا الشيء. المحبة، المحبة والمحبة، نحب ونحب ونحب. ربنا يحفظكم جميعا ويقدسنا جميعا ويثبتنا بالمحبة انا اولكم، لنقدر نمجد اسمه القدوس وبليق له كل مجد واكرام وسجود من الان وكل اوان دهر الداهرين.